أكد المستشار النمساوي كارنيهاما أن المهاجرين غير الشرعيين يصلون إلى النمسا عبر المجر بنسبة 80%، حيث بلغ عدد طلبات اللجوء 109 ألف طلب مقارنة ب 45 ألف طلب في المجر. وأضاف المستشار أن المجر هي المكان الوحيد في أوروبا الذي يخلو من المهاجرين، وذلك بسبب العقبات القانونية والمادية التي تعيق الهجرة، بالإضافة إلى وجود سياج على الحدود. وأكد أن التعاون مع المجر يسهم في إيقاف التدفقات ويمنع المهاجرين من الوصول إلى النمسا. Yeah, that's all I'm saying.